يقول احد الاخوة قام بفتح محل تجاري وجعل على هذا المحل رجل احد من العمال، واراد صاحب هذا المحل ان يترك العمل مطلقا، فقال للعامل اعطني شهريا 5000 ريال وما بقي فهو لك، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، لان الدولة تمنع من هذا، النظام الذي وضعه ولي الامر يمنع من هذا، فلا يجوز هذا. نعم.